أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الرابع ابتدائي سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية لا partie compréhension de l'écrit إذا سنرى الامتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية لا بارتي اللي كتعلق بلو تيكس والأسئلة يعني كومبريونسيون دو ليخي إذا كيكون عندنا ديما تيكس أن تيكس إل فو ليغ أتونتيفمون لو تيكس خاصنا نقراو قراءة جيدة لو تيكس بعدها نجيب على الأسئلة إذا نبدأ بالسؤال الأول إذا قبل ما نبداو بلي كيستيون الأسئلة نقراو لو تيكس بوندون لي فاكونس دو ليتي أحمد و كريم فون على بلاج دو سيدي بوزيد الجديدة Ahmed, Naj et Karim construisent un barrage de sable. À sept heures du soir, ils reviennent à la maison. Ils ont passé de très beaux moments ensemble. Ils ont acheté des glaces et un ballon avec lequel ils ont joué avec d'autres garçons. Pendant les vacances à l'été, Ahmed et Karim vont à la plage de احمد ناج كسبح كريم كيكون ان باراج دو سابل يعني باراجات ديال الرمله يعني كيكون اشكال من الرمال ا سيت دو سوار يعني في السابعه مساء كيرجعوا للدار اشنو اي زون باسي اي زون باسي دو تري بون مومون يعني دوزو اوقات زوينه بزاف مجموعين وشراو اي زون اشتي لي كلاس وشراو بالون كره اللي كانوا كيلعبوا معاها لعبوا بها مع مع الاصدقاء ديالهم يعني مع لي غارسون اخرين تري بيان بالنسبه للنصرة سهل شرحناه نمشيو الاجوبه ونمشيو الاسئله بعدا من بعد نجاوبو بالنسبه للسؤال الاول كيسيون شويزي ان تيتر كونفينابل دو تيكست شويزي ان تي وي هنايا شنو نطلب منا شويزي ان تيتر كونفينابل او تيكست يعني نختارو عنوان مناسب للنص شويزي ان تيتر كونفينابل او تيكست ديما نقرا السؤال من بعد نجاوب على بلاج دون لا على بيسين قالونا في لابلاج ولا في الغابة ولا في بيسينة إذا ديجا هنا باين وعندنا أحمد و كريم فون على بلاج إذا بيان سور العنوان المناسب هو على بلاج تخي بيان نمشيو السؤال الثاني كومون سابيل لي دو كارسون بيان سور كاينة وواضحة في النص أحمد إِكْرَيمَ. كريم إذا كومون سابيل لي دو إذا أحمد إكريم. أحمد اي كريم ما ننسوش الاسماء لي نون بروف نكتبوا الحرف الاول ماجيسكول تري بيان نشوف سؤال موالي كو كونستروي كريم بيان سور على حسب النص كريم كونستروي ان باراج دو سابل اذن كريم نكتبوا الجواب ماذا يكون او ماذا يعني كيبني او ماذا يصنع كونستروي كوا ان باراج ان باراج دو كوا باغاج دو سابل الجواب ديما في الأسئلة كيكون أصلا في النص تخي بيان كاريم كونستخوي أن باغاج دو سابل أكيل أوغ فيانتيل على ميزون بيان سيغ كاينة واضحة في النص أنا كنوريكم باش يكون سهلة أنكم تخرجو من النص أسيت أوغ دو سوا إذن إل غوفيان ممكن نجاوب ليكم يعني يعني بالطريقة الأكثر ممكن هنا الأستاذ راه كيحسب ليكم مباشرة الجواب بغينا نجاوبو نشوفو أكثر مهنية غنكتبو الجواب كوم سا إل غوفيان Ils reviennent, il revienne à la maison, à la maison, à la maison à 7 heures de quoi, du soir. Et yani, ils reviennent à la maison à 7 heures du soir. Très bien, par vrai ou faux. Et Ahmed et Karim vont à la piscine. Khatâ, l'année à la plage.

الجواب الثاني اي زون اشتي دي غلاس اي ان بالو كاينه في النص صحيحه شراو لي وشروا وشراو البالون فري احمد ناج دون لا مير بيان سيور. يعني الناج ناج فين يعوم يعوم في, عم. في لا بيسين عام في البحر لا مير والبحر اذا هنايا فري تري طيب بيان بهذا سالينا تصحيح ديال الامتحان ديال الفرنسيه لا بارتي اللي كتعلق الاستاذ راه كيعطيهم ان تكس وكيعطيهم اسئله تقريبا بحال هادشي اسئله مباشره اصل بسام فري او فو اذا نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح كنتمنى حظ سعيد للجميع لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناه وشكرا والى اللقاء